لكم مجموعة من المفردات لإغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي، ولكي تتمكنوا من التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذن فأول شيء ما الملابس، الملابس باللغة الفرنسية les vêtements، les vêtements، les vêtements. فانتبهوا هنا E تكتب بأكسن سيركونفليكس، V أكسن سيركونفليكس، donc les vêtements. فنبدأ بسروال، سروال بالفرنسية هو un pantalon. يمكنكم أن تعيدوا معي المفردات، donc un pantalon، قميص، une chemise، معطف، un manteau، رداء من الصوف، un tricot. فانتبهوا هنا، تريكو تكتب بالتي في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها، donc un tricot لا ننطق تي. وبالنسبة لتريكو فأصل الكلمة هو رداء الذي يصنع من الصوف كما هو مبين لكم في الصورة أسفله. تنورة، une jupe. فستان، une robe. سترة، une veste. بيجاما أو منامة، un pyjama. فالكثير من الناس يخطئون في بيجاما ويقولون une pyjama، فالصواب هو un pyjama، لأنه بيجاما نوم masculin، يعني غنستعملو un pyjama et non une pyjama. D'accord. وزرة أو بدلة، une salopette. سالوبيت هو هاد البدلة، يسمى une salopette. سروال قصير، un short. وأيضا نقول بالعربية short. قميص، un t-shirt. قميص بلا أكمام، un débardeur، كما هو مبين لكم في الصورة. فهذا القميص بالنسبة للرجال والنساء يسمى débardeur، أي قميص بدون أكمام يسمى débardeur. الحجاب بالفرنسية هو le voile. الحجاب هو le voile. وبالنسبة لهذا الثوب اللي كيرتديوه النساء كيغطوا به الشعر نتاعهم فيسمى un foulard. وبالنسبة للفولار تكتب بالدي في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. إذن قبعة، un bonnet. فبالنسبة للبوني تكتب ب2n، يعني اثنان من n، un bonnet. وأيضا تكتب بالتي في الآخر ولكن لا ننطقها. القفازات هما les gants. وشاح، une écharpe. قبعة، un chapeau. قبعة صيفية، une casquette. فهنا casquette تكتب ب2t، casquette. ربطة عنق،
هي une cravate. Une cravate. Une cravate. عقدة الفراشة. فهذا النوع من لي كرافات يسمى عقدة الفراشة وبالفرنسية نو بابيون. نو نو بابيون. فنو هي عقدة أو ربطة. ربطة. بابيون هي فراشة. بابيون هي فراشة. دونك نو بابيون. جورب. اون شوسيت. اون شوسيت. وجوارب هما دي شوسيت. دي شوسيت. اون شوسيت وجورب وجوارب هي دي شوسيت. داكوغ. حذاء. اون شوسور. اون شوسور. وأحذية دي شوسور. وبالنسبة لأون شوسور يعني بالنسبة للحذاء فهو يعني حذاء النساء والرجال لي دو كيتسماو أون شوسور أو بيان دي شوسور. داكوغ. يعني ماشي غير حذاء نتاع النساء اللي كاين في الصورة لا. حذاء رياضي أون باسكيت. أون باسكيت. أون باسكيت. فانتبهوا هنا إلى كيفية كتابة باسكت تكتب بإس كا. باسكت. حذاء طويل اون بوت. اون بوت. اون بوت. فانتبهوا هنا بوت يكتب بدو تي. بوت. فشيبشيب كما هو مبين لكم في الصورة فنقول أما شيبشيب أما خف منزلي. داكوغ. دونك يسمى يا اما اون بانتوفل. اون بانتوفل. بانتوفل. يا اما ان شوسون. ان شوسون. دونك اون بانتوفل ان شوسون هو خف منزلي او شبشب. داكوغ. صندل اون صندال. اون صندال. اون صندال. صندل الحمام لي تونغ يسمى ب لي تونغ. لي تونغ. بالنسبه لملابس الشتاء لي فيتمون ديفير. لي فيتمون ديفير. ليفير هي فصل الشتاء. دونك ملابس الشتاء او ملابس فصل الشتاء لي فيتمون ديفير. وبالنسبة لملابس الصيف أو الملابس التي نرتدي في الصيف les vêtements d'été. les vêtements. les vêtements d'été. donc l'été هو فصل الصيف. l'été هو الصيف. les vêtements d'été هما ملابس الصيف. وبالنسبة للملابس الداخلية هي les sous-vêtements. les sous-vêtements. les sous-vêtements. فبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس وتكونوا تعرفتوا على مجموعه من المصطلحات اللي غادي تساعدكم في اغناء رصيدكم اللغوي. فنتمنى الا كنتوا استفدتوا من هذا الدرس تبارطاجيوه او تشاركوه مع الاصدقاء نتاعكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. وما تنساوش تدعمونا بجيم او لايك وتشتركوا في القناه اللي ما كنتوش مشتركين من قبل والضغط على زر الجرس باش توصلوا بجديد الدروس. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.